أسوأ ذكرى هي اللي سمعنا دابا مؤخرا ديال الشانطي 25 درهم راح شوم ما تكون في هذه البلاد. انا عندي في حياتي أسوأ ذكرى هي موت جدي نهار معاش الله يرحمه. بكل صراحه هاد الحروبات وهادشي راه ما كيتقبلش العقل، وخصوصا هاد السيد هذا الرئيس الجديد ديال امريكا اللي هو الرماليات ديالو على القدس، حنا راه كنتنكروا هادشي هذا، دعيناه الله قبل لا يخرج هاد السنه هادي. أسوأ حاجه طرات لنا في 2017 أسوأ حاجه انا نعرف واحد الدري ما كنتش ناوي نعرفها، عرفتها عن طريق الغلط او شي مشاكل داخليه وخارجيه، المهم داكشي ما خصش يتكال. ايمن داوي معاك دابا حق ذات عليه، ترا دي بروبليم بيناتهم وما بقاتش كدوي معاه، ولد خالتها واقع. اسوأ ذكرى عندي اختي هي كنا مشينا الريسكي وحنا اصدقاء ديالي في الهجره ديال الناظور، وما مشاو وانا رجعت، وداكشي اللي كان ورجعنا والدراري مشاو زهقوا الله.